روح الساحة فيك كما يتساح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تشكا غير بعدا وبعد تشكا غير المواقع إكين غمساكين يتناظرنا كني الصحافة غوم المواقع نوم، ولكن تبدا ماكينة في نفس الوقت يتوسمى نشحس بخكني وأشنو المناضلين. من زي غنبدا بريميرو زي الوقفات يتوغن نقاي الطاس الوقفات الطاس البدقة غو من عناية الطاس نكسيتا معناية الطاس الإخوان مساكين خو كتار زي 9 شهور قاضي عما السوق نهارا قاضي نهار الخميس قاضي نهار الأربعاء قاضي سموثين وتولي غوالو رخون الشين نتعناية الطاس خزاغ نشي دني فاق النمرة واث كسيني وضع النمرة واث ومن بعد تسريق قانش قا النمرة واثا أقوى تجيبو يمو أقاذ بدر نعاود ومن بعد زريغي جنسيتو غي صغيو ذي برانا ذي نشتو غاريه من ياي موشان دوزين كاغ نشقيق ذي غي جن كاليمان هاني ذا نيتا كالاك تاك سليمان ني غساو الدقة توغا برانا ذا توغا ذي ستاسيع الإخوان توغا تفون دغا الشارع طاحن ذيها جتني القهوة مولود وكان غا المساوات تسنت بلا عنا بريد ني دي السزاف غاي مشروبا قاتوغا سمح المش سقان ذي برانا ذا و سمحن ثقين برانا ذا خوا يمنع بنا من 8 يموشان ومن بعد هاي حققت وغاكي ذي الإخوان يزواري دوني اني اني غشاور نيذ روح تصف غذ خفية وار كذا قان شغار اثنين نواشونات اني غشاو مينو قشو نشوى شقسي ذخشا نشقا غش زعمان والزوغ انا ذم مرة نشوى جيل حس ذاقش نيشان نحاش نشي عرب ذا الشن 10 يموشين اني مسكين خاري اثنين العائلات رخو ميخس غذا ومينيغ أي أري الزن الحاضرين ذاني تا نشقت قغ المداخلية أذي صنط الرأي العام المداخلية يتقغن عما سيدي نشسن غلا أنه السوق كما كنقول دائما السوق ردته الجالية المغربية المقيمين بالخارج تعجبين السور ظعرف تو قوا غريغ التصني وذن قانس مو حسن قواي غريغ كذا شعقي غري ببير قيد الدكتور ذي عام 70 تقول قاربه باغار اشتي الشغر فرانك محمدينو باش شارغ وزوغ الدور ذا ميضاض بي بوركي بابا وجيت شكا قسنتي وذن مرة بابا توغاس بابا توغاس ماجور غاو سباني وضاض بيب يخثن مرة الأمة المهم أذكر المداخلة يوذن سوان خان قانس أقول نو هاي غريا أقيني تقن الحرقث أقسمونا دي حنجاني مزيان نشين نغرمة السارة إلا ما قريناش كان عرفوا الناس كي يجلسوا معنا الإخوان ديالنا قارين كان ديو منهم الفايدة المهم من دوم غيينيغ نش المداخلة يتقن هاني ذا والزوق يوذان يتوغا قصان مرة وغاسن بوي موشان أسنكشني موشان وسنغتصل أصدقائي نوغذي مدوكارينو النهر ما إذا غدي يسمعوا نسان تو غاين ديخ الدار قا غاستيحونا ذي السوق قا بونتار خاصن 6 مليون البلدية الدولة يسنو زار خوضا ذي الشاذي النيرة وتجي ذي الجن رخون هاني ذا ورغنش زي البنبارة زي سوق الأسبوعية الاثنين والخميس إن شاء الله اللي غادي يبقى يعمر من هنا من هذا الموضع اللي كان هدر السوق والزوق هذاك شني موشاني يوذر ما اتمنى زي السيد الرئيس المحترم الحبيب ولد الشعب والنائب الاول دائما كنقولها ما عندي مو معاه مو العلاقه لكن النائب الثانيه سي محمد نشعايب الهلال النائب كاين غير تغير كاين غير دا اذا فعن خرق طاحر قوانت اللي غنظر انت كاين اللقاء الدين الدكتور ابقى سيد الباشا نحظى كيسن يا ران غدر قوان ومن بعد شكا غمر يكمل ساور ندعم زيرو ساور نائبا السادسة شكا وشكا سيد المستشار البرلمان سيد يوسين يكمل السوق السوق ما مش توقع غوم زوين ني غاس السوق ني غاتفق ديس عيشة قنديشة هذا يستايس تجيوين وذا لحظة خفية نشقل سغذية الطاس أمشي نتو غي والحمد لله ونتا هذا سن بالدريسم واسن قابو سوق الميزان سوق الميزان كان كيقولوها نهار اللي كان سبانيول مستعمر علينا دابا هذا ردو قجنا هذا سوق جنا اللي كان دير له انا نهار اللي درت هنا المداخله الاول هذا
سوق هذا عنق الجمل. دابا تبارك الله 5 الكتاري ولا 6 الكتاري تبارك الله، دابا السوق في بلاصتو. كما قلت لكم كنشكر السيد المستشار البرلماني اللي جا دعم هنا برزقو من جيبو، كنشكرو من هذا المنبر، كنشكرو. ماشي كندير دعايه السياسية الانتخاب، انا دعايه عاد 6 شهور، شكون اللي غادي يحيا؟ ما نعرفش شكون اللي غادي يموت. كنهضر الواقع، السوق كما قلت نهار الاول يخوف، دابا تبارك الله شوف تاسع، خصنا غادي نتفاهموا، غادي ندخلوا، غايقسيوا حتى سواء اللي كان في براد واللي كان يقولها من هذا المنبر. انا كنقول لكم كانوا عندي 5 البلايص، كنت كندير في الزوبيه الطر والزبل مورايا والدود، كنت كنقي الدود وكندير تما البلايص، ونهار الخميس والجمعه كيصبح زغنغان فيه الزبل. كما قلت لكم دائما كنقولها، يا سوق زغنغان كانوا عدمونا الجمعيات، جمعيات مشى كتبوا الرسائل للعملاء يقولوا هو سوق زغنغان الخميس كيبقى الزبل تما، ونهار الثلاث كيصبح الزبل. دابا نعم اسيدي، دابا كنقول لكم هذا المنبر كنشكر المكتب ديال زغنغان، المكتب المجلس، وكنشكر السيد العامل اللي والمستشار برلماني، وحتى الجهودات ديالهم على الرويسي، صدق الرويسي ديال مواليه. المعارضه كانوا كيقولوا لنا السوق ديال الدومين، حتى حنا كنا بغينا الرويسي، ولكن بالنسبه لي انا سوق الرويسي هو عاود جاكو مدينة زغنغان، حتى هو غادي يدير كارثة الزبل. السوق المعقول هو هذا، أنا كنسمي هذا السوق الأسبوعي، هو سميتو السوق الأسبوعي، الاثنين والخميس سوق دهريا الزغنغان. إلا بغاو غادي يديروا له السوق نيشان تسمية، ما بقى بو الميزان، الميزان مين كان الاستعمار الإسباني، كانوا كيعبروا هنا المعدن، دابا السوق تبارك الله الاستعمار مشى، حنايا المغرب، يحيى الملك، يحيى كاع سميتو دار هنا شي شي مود شي سميتو شي خسر هنا شي حاجه من جيبه وهدر كلمات مزيان وكذا. كما كنقول السوق كان معدوم، دابا الحمد لله السوق هو. دابا نرفع واحد النداء للسيد الباشا والسيد القايد، السلطات المعنيه، قال لك السلطات في الوصايه، حنايا راه بغينا نعم اسيدي كنقولها لكم من هذا المنبر، نهار الخميس غادي نتشنوا السوق. انا راني ضايع دائما كنقولها، انا عام خلصت الظلمه، ماشي تشوفوني دائما درت كنبدل في الكبابط، الكبابط غير كيعطيوهم ليا الوجوه الرجال والسراول وسميتو، كيقول ابو حسن كذا. انا مازال كنقول لكم ساكن، دائما كنقولها في الوقفات، كنقول لكم انا ساكن في الدار ديال الورطه، با اللي خلى لي الدار خلى لي واحد البيت، انا سبقنا مشينا للخارج، ربي ما كتبنا والو، الحمد لله عايشين في المغرب. يحيى الله تعالى وتبارك، ويحيى الملك، ويحيى الشعب كله. كله انا كنحيي الشعب وكنحيي الجاليه، كل واحد باسمه، وكنحيي الجاليه اكثر الرجال اللي دعمونا واللي وصلوا الخبر للسيد السيد، وصلها الوزير الداخلي، وصلها العامل، ورد الخبر السيد المستشار والمجلس البلدي. ودائما كنقول لكم اسمو الاماكن، الساده المسؤولين ديال المجلس البلديه، خصكم ما تقسيوا حتى كل واحد غادي يدي بلاصه ديال، وراه معايا الاخوان بغاو غدا غادي يضربوا شي واحد هنا يضرب القيتو، غادي سميتو غادي نشرو السوق. انا نهار الخميس نذبح نجيب الحق ديالي، غادي نجيب نرزق الله ديالي هنايا، ماشي غادي نساين المعقول. غد نهار الخميس ان شاء الله الرحمن الرحيم الى جات هنا الكتيبه، نجي ندير اللي قسم الله الطبله ديالي، غادي نسترزق الله ديالي، الله ديال على ولادي. دائما كنقول لكم انا راه 9 شهور ما خدمت، احنا يا ما ولفنا النفس عندنا فني، عندنا رزق ديالنا كنسالو، ما نقدرش نقول له اعطيني، افهم راسو اعطيني بسم الله، ما فهمش راسو كنقول ما كاين مشكل، حتى هو راه الساعه هذا الشيء اللي هكا اللي وقع، الظروف ناقصه على المسكين كله على البشر. حنايا دائما كنقول لكم مساكين، ما عندنا لا ما عندنا والو، عندنا الله تعالى وهذا السوق، وكنشكروا كاع اللي دخل بسميتو بالحسنات هنايا، واللي خسر شي حاجه من جيبو هنا، هذه رصد قجال
هنا اللي دار هذا السوق وخسر فيه شي حاجه من جيبه، هذه هي صدقه جاريه غادي تخدم عليه في الحياه ديالو والممات ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تشكا كنيو يثما المواقع يا ريازن، قرا كنيو في نفس الوقت مناضلين من مما كنيو نحتاج انت في كنيو. نعم الاماكن اللي بغينا هنايا بالقرعه، ما كاين لا كحل ولا بيض ولا اصفر ولا هاديه، كاين التقوى. قال لك ربي العالمين ما كاين لا فرق بين العجمي والعربي الا بالتقوى، ماشي اجي فلان هز 16 ولا 17. القرعه بحال اللوطو، كتلعب اللوطو كتيحو البولات كتيح 17. نعم جميع القطاعات القرعات القرعة جميع القطاع. نعم إكزان شتينا سيدي نشتو غسنغ 33 خونا 56 ما 57 وتزما ما كنا وتفاق مجارة وموها ما تكلمش الخون الشين من داش غيني غنشبي النسبينش نشوش قاغ بوقا اقسي ورغني قذف عغني قاكيق نشين انش مارميتا خمي قاكيق مارميتا هذا يسقي كسوم يتناو كسوم وحدس بس ما خصيش تقدام تجاح ترعطواني غير كيسقتيني فيني كذا شي ميت وانت قلوا وقفات النيا وديتو غسور قاغس نشقى كذا لا نشمر يا هذا خفيه يثما يكزان انا يقشك من عام شينا غا عسي حسن قصده هجت سرخا ظانسن مستعد مرحبا واخسن القرعه ثو سيد 20 اذا حقا 20 ثو سيد 30 اذا حقا 30 ذو النين تا مش دوم النيغ وذي النبو نشدا زيراني غدا قوضاني غاري المعرفة اكن خدم تليفون هذا عندي عمي صاحبي ولا عندي عندي اختي لهيه ولا عندي خويا لهيه هنا لا فيريتي المعقول كاين شي المعقول غادي يحضروه ما كاين بو المعقول ما بغينا بو السوق السوق ما بغيناش بو السوق المعقول القرعه كاع يعطوني انا كنعرف القزة واخا كان قزال ومشى ما نعرف شحال ما خدم ورجع ما رحبوا السوق ديالي انا حتى بلا ما تجي عنده العشار يعطي له 10 دراهم غادي يدير بسم الله يدوي حجي ولا خروفه ولا العجل اجيبك التاجر اخويا دابا واش غادي نطلبوا نطلبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا السوق غادي يوفقوا لنا ربي العالمين غادي يولي احسن من السوق اللي كان ليه الاول السوق ليه اللي كان الاول كانت القشله من هنا بلا ما نقول شي هدور راه نحشم بهاد الوجوه هذاك ماشي سوق هذاك زباله هذاك الزبل انا الجمعه كان كتصبح تما الكارثه ونهار السوق مزيان هو هذا السوق ونس هذا السوق ان شاء الله نتمناو يخرج حسان من ذاك السوق وحسان من السوق اللي كاع من السوق ديال اقليم الناظور ولكن باش غادي يخرج مزيان خصنا حنايا نكونوا مزيانين نكونوا نديروا اليد في اليد ما نكون ايوا علاش انت هزيتي واحد انا عطوني 20 كنقول لك القرعه القرعه خويا نديروا القرعه اللي جالو شي نمره بصحتو ها هذاك الشيء الزهر ديالك الا عندك شي زهر مزيان غادي يجي لك واحد ولا ثلاثه ولا اربعه وعاود الرزق فين ما جيبوا لك ربي العالمين. والسلام عليكم الاخوان كما كنقول دائما كن دير شي كلمه سي محمد السلطه اللي سميتو السلطه اللي غادي تقوم بالعمل بالفروق بالفريق ديال البلايص السلطه في الوصايه والمكتب البلديه اللي غادي يفرق النماري حنايا راه مستعدين باش غادي نخدموا ان شاء الله الخميس الا ما فرق الا ما دخلتش السلطه والمكتب راه هذا السوق ما غاديش يكون يا عيال النقابه غادي تفرق غادي يقولوا لك لا هذاك النماري ماشي هكاك خليه المجلس والسيد الباشا والسيد القائد غادي يقوم بالعمل لحقاش السلطه الزرواطه العمود جالك النمره هز النمره ولا ها العمود الا ما دخلوا بالعمود انا ما عمرو غادي نعدلو حنايا تجيك النمره مزيان نحسدك القرعه والمجلس والباشا والسيد الباشا والسيد القائد في الوصايه الله ينصر السلطه الا ما كانش السلطه هذا غادي ياكل هذا كاين ولا ما كاينش اخويا والسلام عليكم كنشكرك اخويا بزاف واسمح لي الا قلت شي هضر ماشي هي هذيك كتعرف انا ما قاريش انا غير كندخل بزاف انا عندي كاريزما وها انا ما قاريش انا عندي لا كاريزما كما يقول الفرنساوي ما القرايه قرينا شويه القران غير شويه والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم رجعت عندك السي محمد اسمح لي واحد النقطه كنت ما قلتهاش نتكلم على المشكل سميتو البلاصه فين غادي يحطوا
المجلس البلدي فين غادي تحت الجزارة. الجزارة أنا كنت كنعرف 33 طوابل، دابا عندنا في اللائحة 56 طابلة اللي كيقولوا الدراري النقابة، الدراري ديال النقابة والجزارة كيقولوا 56 طابلة. أنا غادي نتحمل المسؤولية المجلس البلدية المسؤولين الشرطة الإدارية، كنقولها لكم من هذا المنبر، مي غادي توجدوا اللائحة عندي الحق أنا غادي نطلب لك ذاك اللائحة السي الأستاذ المسؤول اللي غادي تفرق البلايص، عندي الحق أنا غادي نطلب اللائحة نشوف الجزارة واش هما هادوك هادوك 56 ولا جي شي واحد، ماشي أنا نقصي شي واحد منين ما المغربي عنده الحق يجي يدير التجارة، ولكن أنا نعرف مع من غادي ندير القرعة، ماشي شي واحد كان ما كيخدمش ما عمرو خدم ما عمرو دخل مثلا الميزانية البلدية، ما عمرو شتو معايا في المحطة في السوق جزار لا هنا ولا في سوان يجي غادي يدير معايا القرعة، أنا ما نبغيش. أنا كنتحمل المسؤولية للمجلس، أنا كما كنقول لكم تحيات للمجلس الموقف المجلس البلدي، ولكن أنا مع الشرطة الإدارية غادي نتحمل معاهم المسؤولية، غادي نسول على اللائحة يعطوني اللائحة باش أنا نعرف مع من غادي ندير القرعة. أنا ما غادي نحسد حتى شي واحد، ما غادي نقصي حتى شي واحد، نعرف المسؤول اللي مسجل تما باش عندي الحق أنا غادي ندير سميتو، باش ما نديرو بو العراقيل ما نغوتوش، باش غادي يجيو يقولوا لنا ياله القرعة هز، من بعد نجبر شي واحد أنا ما عمرو خدم في زغنغان، ما عمرو خدم قزال، كان كيخدم شي حاجة أخرى، يجي غادي يدخل معايا يشد البلاصة على الأول ولا مزيانة ولا موجهة، راه ما عندوش الحق عند هذا، أنا كنقولها لكم وعاود كنقولها وكنتحمل المسؤولية وكنهضر مع السيد الباشا والسيد القايد، انا السي محمد معروف بو حسن احفيظ، نطلب اللائحه نشوف هذاك الكزال اللي غادي ندير معاه القرعه، انا ما نحسد حتى شي واحد، اللي كانوا كيخدموا معروفين خدامين قدام عنده 20 عام ولا 30 عام ولا 50 ولا 6 سنين كنتو كيدبح كيمارس الخدمه ديالو في لاباتوار ديال زغنغان، مرحبا غادي ندير معاه القرعه، ولكن باش غادي يعيطوا نجبر كما كنقول شي واحد شد البلاصه مزيانه موجهه انا غادي ترميوني عند الرجلين ديال البقره، هاد الشيء راه ما كاينش، انا هاد الشيء ما نتفقش معاه، ما خصنيش من هاد السوق، ما نخدمش في هاد السوق، علاش؟ انا دائما كنقول لكم 74 انا في السوق بعنا فيه الميكا حملنا فيه البرويطه، ماشي كنقول لك انا راني منزول من السماء، راني قاري من زول كندير الكوستيم، أرى اسميتو أرى كنعرف اي واحد ما عندك ما دير عليا الكوستيم ولا الكرباطه، انا كنعرف كنقول لكم دائما عندي 60 عام، اي واحد كنعرف التاريخ ديالو وكنعرف شكون هو ولد من هو، كنعرف المعقول، انا المعقول قال لك قولوا في باك وسير وروى عنده تاكل الخبز ديالو، هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، المعقول هو المعقول، انا ما غادي نقصي حتى شي واحد كي بوبري ولا قصير ولا طول، اللائحه غادي نشوفها انا ونشوفها معايا واحد الاخ الاخر ونشوفوا معايا الاخوان ونشوفوا شكون اللي دايرين في اللائحه ونقسموا، وفين ما جاتني البلاصه ديالي حمدت الله والله يجعل البركه، ودائما كنقول لكم السوق خصكم غادي تطلبوا غادي يدير فيه ربي البركه، غادي ينجح غادي يولي احسن من السوق اللي كان الاول واحسن من السواق ديال الناظور كلهم، ما الا جينا غادي نديروا العراقيل والمشاكل وراه هادي وما تهدي، هاد السوق راه ما غاديش يصلح كاع، ديروا النية وكونوا خوت كونوا رجال، ما تحسبش راسك انا كذا كذا تشد انت البلاصه اللي بغيتي، ارى البلايص ارى رزقك يجيبو ربي، ارى قال لك واحد الزمان جحاد الحانوت في البير ما نعرف شحال كيهبطوا عنده كيشريو عليه الرزق ديالو جاي تما، ماشي غادي ندير في الواجهه انا باش غادي نبين راس، انا كنت كندير الوقفه كنت كنغوت تعطيني، لا انا كنقول المعقول القرعه، ولكن القرعه اللي كانوا خدامين ماشي غادي يجي دخلوا في اللائحه غادي يدير معايا القرعه، هادشي كنقول انا نتحمل المسؤوليه اللي غادي يكون مسؤول على هاد اللائحه، والسلام عليكم، شكرا للسي محمد.